أول حاجة في الحب الصناعة هو احترام الاختلاف ما بين الرجل والمرأة. شيء تاني هو معرفة لغة الحب الخاصة بشريك حياتك. ما لا نعلمه إن الحب أصناف وأشكال وألوان كألوان الطيف. كل واحد فينا عنده طريقة ما بيتذوق من خلالها الحب، بيشعر فعلياً إن الطرف الآخر بيحبه لو عملها. لأن أنا كاتب ومهنتي الكلام، فكنت بتصور دايماً، وطبعاً المرأة شعرية وتحب تسمع كلام الحب، فقلت بسيط شغلتي، فأنا خارج وداخل يا حبيبتي يا نور عيني يا روحي يا حياتي. المصريين شاطرين في الحاجات دي، لحد ما اكتشفت بعد سنوات ان مراتي بتحبني قوي، بتشوف الحب لما شاركها في الشغل بتاع البيت. والله اكتشفت ان انا اعزكم الله لما اشيل اكياس القمامه وانزل ارميها واخلصها منها، احب بالنسبه لها، اجمل بالنسبه لها، اروع بالنسبه لها وانا شايل اكياس القمامه. ها، اجمل بكتير من ان انا اخد بقي ورد واقول لها اتفضلي يا حبيبتي. القمامه احسن من الورد في لغه مراتي. نعم. ايوه بس ما تفهمونيش غلط، ها، هي برضو بتحب الكلام الحلو وبتحب الورد، ولكن الشيء المؤثر بالنسبه لها، المهم بالنسبه لها، هو المساعده. الحقيقه قد نجد زوجه التعبير المادي مهم عندها. التعبير المادي اقصد بيه الهديه البسيطه، لان الهديه بتعني لها ان هو فكر فيها وعمل سلوك علشان يبين لها حبه ليها او تفكيره ليها. اشترى ورده، اشترى نوع شوكولاته هي بتحبه، اشترى خاتم بسيط صغير هي بتحبه، لكن في النهاية هو ده اللي بتقدر تشوف الحب بالشكل ده من خلال يعني هذا الاتجاه. كذلك الرجل، الرجل في واحد بيشعر بحب، أنا كامرأة بقى بشوف إن زوجي بيشعر بالامتنان والسعادة لما أثني عليه وأقدره. هو يحب يشوف نفسه كبير في عيني انا. على فكره ده شيء مهم لكل الرجاله. ناس كتير ممكن تبقى ناجحه في كل مكان بس بتخلع كل نجاحها على عتبة دارها وهي داخله. دي تعاسه ما بعدها تعاسه. تذكر صديق ليا كان بيقول لي انا مشكلتي في الحياه، هو نائب رئيس تحرير جريده كبرى وزوجته معاه في نفس المؤسسه الصحفيه وناجحين الاثنين، والناس كلهم شايفين ان هم يعني حققوا نجاحات كبيره. يقول لي تعالى اتفرج في البيت يا اخي، فبيحكي لي يقول لي تخيل دخل عليا وانا بكتب. فقلت له بتعمل ايه؟ لا بكتب كتاب. قلت له يا حلاوه بتكتب وناوي تقول ايه بقى للناس؟ يعني ايه عندك مهم؟ ايه الحكمه اللي عندك هتقولها للناس؟ وبعدين تعالى هنا، ما شفتكش يعني في الكتب اللي فاتت، هو كان كاتب 4 كتب، كتبت في مرة إلى زوجتي الحبيبة، إلى زوجتي الحنونة، إلى زوجتي الرائعة. إيه يا راجل؟ اعمل زي صاحبك اللي هو أنا يعني. فلا عينيا. وقام كاتب في إهداء الكتاب ده إلى زوجتي الحبيبة. أهدي كتابي الخامس ولولاها لكان 55. الله يرحمه، تذكروه في دعائكم الله يرضى عليكم. هذه حقيقة على فكرة. فهو هنا كل وتزوج على زوجته على فكرة وحصل طلاق بعد كده. أنت فين مشكلتك يا فلان؟ مشكلتي ان انا مش كبير في عينيها. ففي راجل بيحب بيشوف الحب من خلال ده،
في راجل بيحب الحب من خلاله أشياء مادية، خدمة يعني، خدمات وهكذا. ذكاء الإنسان مننا أنه يعرف ما هي اللغة الخاصة بشريك حياتي. هل هي لغة الهدايا؟ هل هي لغة اللمس؟ هل هي لغة الكلمات؟ هل هي لغة العلاقات الحميمية؟ إيه اللغة اللي هو بيشوف من خلالها إن أنا بحبه وبتشعره بالسعادة؟ والحقيقة إن بقليل من الوعي والتفكير والتأمل وكثير من الاهتمام والسلوك ممكن نقع عند هذه الطريقة ونستخدمها في إن إحنا يعني نوصل إليه مدى الحب اللي موجود عندنا، اللي هو الحب القيمة أو حب الصنع. الحاجة رقم ثلاثة وهي المشكلات الزوجية، الإيمان بحتمية الصراع كجزء ثابت في علاقتنا الأسرية. للأسف الشديد من الخرافات اللي كانت موجودة في حياتنا، تلك الخرافة التي تقول بأن البيت السعيد هو البيت اللي ما فيهوش مشاكل. فلاقي البنت كده جاية بتقول ما عادش في حب خالص، اتغير تماما، مزعلني ومضايقني ومنيمني زعلانة، مع اننا اتفقنا ان احنا لما نتجوز ابدا مش هيبقى في اي مشاكل ما بيننا وهنخلص كل المشاكل واحنا بنشرب كوبايتين عصير. هذا خطر، لان الحب جزء، اسف، المشكلات جزء اصيل من اي علاقه موجوده على سطح الارض. طول ما احنا موجودين بنتعامل مع اشخاص بيختلفوا عنا. انا مراتي عاشت كم سنه لوحدها، يعني في بيت ابوها، 20 سنة، 22، 25. أنا عشت بعيد عنها 25، 30 سنة. منطقي قيم مختلفة، معايير خطأ وصواب مختلفة، اللي أنا شايفه مستحيل غلط هي هتشوفه عادي. هي تلقت قناعات من أبوها، من أمها، من المجتمع، من المدرسة، غير اللي أنا تلقتها. فيقينا هنيجي في وقت من الأوقات يحدث شيء من التشاحن، الاختلاف. دور الحب هنا إيه؟ يعني في مشاكل هتحصل وإحنا بنتكلم على إن المفروض يكون حب موجود. الحب مش إن هو بيمنع المشاكل، لا 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 لا، الحب هو اللي بيدلنا على الطريقة المثلى في التعامل مع المشاكل. خلي بالكم، في عندنا حب بيقتل المشاكل وينهيها. يقتل المشاكل يعني في مشاكل الحب بينهيها، وفي عندنا مشاكل بتقتل الحب وتنهيه. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ المشاكل اللي بتقتل الحب، المشاكل اللي بتنهي عن الحب، هي المشاكل اللي احنا بنغذيها كل يوم. لما نصحى الصبح من بداية اليوم وفي توتر وسلبية، مفيش كلمة حلوة بتتقال، في نقد دائم على طول، مفيش اعتذار عن خطأ بنرتكبه عادي، مفيش اهتمام عادي، في فتور عادي. فبالتالي مع أول مشكلة بتستطيع أن تتمكن من الحب. ليه؟ لأن الحب ضعيف، هزيل، وكما قلنا في البداية الحب لديه كبرياء، احنا أهلنا الحب، فبالتالي مع أي مشكلة بتقضي عليه. بينما الحب اللي بيقتل المشكلات هو الحب اللي بنغذيه، اللي بنحترم، اللي بنقويه. فلما تحصل مشكلة أو أزمة بنستدعي الحب الكبير ده. احنا، أنا متضايق وهي متضايقة، في مشاكل وفي ضغوط عليا وفي ضغوط عليها، بس في حب اكبر من كل ده. فالحب يقول لنا هناك خط احمر، كبرياء الرجل، انوثة ومشاعر المرأة، محدش يلمس ده خالص. بنزعل، بنزعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته الزوجية مشاكل، وهو اكمل البشر واعظم البشر وأحكم البشر، وزوجاته
زوجات النبي كانوا بعقل ووعي كبير جدا، ومع ذلك كان بيحصل مشاكل. كان بيحصل مشاكل بينه وبين السيدة عائشة، بينه وبين السيدة عائشة اللي بيحبها، ولكن لا يوجد مشكلة حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تعدت مرحلة معينة اللي هي مرحلة الاحترام. وفي الأهم من كده بقى في المشاكل العظمة، وخصوصا من الرجل، عظمة الرجل في الوعي بأن الزوجة المرأة بتتحكم فيها المشاعر والعاطفة بشكل كبير، وهو عقله حاضر دايما وتفكيره، ففي وقت المشاكل بيحب ان هو يستعرض قدرته في انه يحكم سيطرته عليها، فيجي عند كلمة هي قالتها هو عارف ان ما تقصدهاش، بس الست بتحب تبالغ. المرأة زي ما اتكلمنا في الاختلافات ما بين الرجل والمرأة، المرأة بتحب لكي تعطي للأمر أهمية وقيمة كبيرة أن هي تبالغ. مراتي لما تحب تقول لي تعالى نخرج شوية بتقوليش تعالى نخرج شوية، هي بتقول لي إيه؟ أنت عمرك ما خرجتني، ما بتخرجنيش. لما مراتي تحب تقول لي حاجة وتحس أن يعني عايزة تدي أهمية فتبالغ وتستخدم عبارات التعظيم، هي ما تقصدش. لكن أنا كرجل دقيق لما أسمع كلمة نيش دي، ما بتحبنيش، تحترمنيش، فأقوم قايل إيه؟ ما أنا دقيق بقى. لا والله ما بحبكيش، أنا ما بحبكيش. سؤال، علل، أنا ليه عايش معاك لحد دلوقتي؟ هو عقلاني فبياخد الكلمة بيرد، أنا ما بخرجكيش يوم الثلاث 15/9/2012 كنا فين؟ على طول. فتنشأ مشكلة كبيرة في وقت المشكلات، في وقت التوتر، في وقت الصراع. الرجل أوقات كتير يعمل كده، بينما الذكاء والوعي إني أمتص وأفهم. النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات حصل مشكلة بينه وبين السيدة عائشة، فدخل سيدنا أبو بكر الصديق قدرا، ها إيه الأخبار؟ في المشكلة؟ فتحب مين يتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه اتكلم أنت؟ فهي بتقول له اتكلم، فقامت قايلة له إيه؟ تحدث أنت أولا ولا تقل إلا الصدق. لو مراتي قالت لي كده كان من الممكن النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يستخدم ده كدليل على اني غلطانة، خلاص مش هنحكي، اتفضل يا عم خد بنتك وتوكل على الله، اهو بتتهمني بان انا كذاب. وده بيحصل في حياتنا كتير، ان احنا بنترك المشكلة ونتخانق على اسلوبنا في الحديث عن المشكلة، ازاي تعلي صوتك وانت ازاي تقول لي وانت ازاي وننسى المشكلة الاساسية. بينما ده يا جماعة بقى دور الحب، ان احنا ما بنقفش عند كل ساقطة ولا قطة، لا لا لا، احنا بنرتقي، بنعلى. انا عارف ان مراتي ما تقصدش كده، نيش وديش، ما هي بس عايزة تدي اهمية لهذا الامر. وجوزي لما يقعد يفلسف ويمنطق الامور، لانه رجل، هي دي طبيعته ان هو يفلسف ويمنطق الامور. فدور الحب في الصراع هو اللي بيخلينا نعلى فوق لكي ندير المشاكل والتوترات بحالة من الوعي أكتر. المشاكل أو الصراع ليه أهمية. رقم واحد، تأكيد الاختلاف، نحن مختلفين عن بعض. هذا الاختلاف اللي كتير جدا من الناس بتبص له عنه شيء سلبي سيء، لا، أوقات كتير اختلافنا بيكون شيء إيجابي وشيء جميل. لن نستطيع أن نتحمل العيش مع شخص يشبهنا على طول. الاختلاف ما بين الرجل وطبيعته والمرأة بطبيعتها، ما بين العاطفة الجياشة وما بين العقل والمنطق، هو اللي بيعطي للحياة طعم ولون ورائحة. المشكلات هي اللي بتثري التجربة. تعرفين في مشكلة بيقع فيها كتير من الناس اسمها السيء يحدث للآخرين فقط. يعني ايه؟
أنا دايما بقول إن الإنسان اللي بيتعرض لتحديات في حياته وصراعات وإخفاقات ويتغلب عليها، ده بيديله خبرة كبيرة جدا في إن هو لما يواجه أي مشكلة في حياته يكون مستعد. عامل بالظبط زي المصل اللي أخده. طفل لما بنعطيه المصل ده بيوفر له حماية من أي مشكلة أو ميكروبات، بينما اللي نحافظ عليه قوي قوي لدرجة إن مفيش ميكروب يوصل له، لما بيجيله في وقت من الأوقات أتفه ميكروب بيوقعه تماما. كذلك بنيان الحب، الصراع اللي احنا بنواجهه والمشكلات اللي بتحصل في حياتنا دي مش الوجه سلبي بس، ليها وجه ايجابي، لان دي اللي بتزود تجربتنا، بتخلينا نفهم بعض. اختلفنا في الجزئيه دي فانا فهمت ان هو ما بيحبش ده خلاص، واحنا اختلفنا في الموقف ده فانا فهمت ان المساله دي بالنسبه له خطيره جدا، فخلاص فهمناه، وحصل موقف هنا ففهمت. فكل ده بيزود عندي مساحة من الوعي والتجربة، فيخلي كل واحد فينا هو بيتعامل بذكاء حتى لو هيجي على نفسه شوية. أحكي لكم على موقف. ستنا أسماء بنت أبي بكر تزوجت سيدنا الزبير، ولما عاشت معاه اتفاجأت بأن الزبير رجل شديد الغيرة، ما عندهوش هزار في مسألة الغيرة، لدرجة أن في حديث شريف إن هي بتقول أنا ماشية في الحر شايلة الحطب على راسي، الشمس والعرق نازل على عينيا ومش قادرة، وفجأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم راكب وبيقول لي اركبي يا أسماء، تعالي اركبي. ده يعني شيء الحمد لله. لكن النبي بتقول إيه؟ فتذكرت غيرة الزبير. خلاص هي عرفت من خلال مواقف سابقة أن الزبير رجل غيار. هي على فكرة كان ممكن تركب وتبقى في مأذى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ لكن هي لا 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 لا، هو عندها حتى لو غيرته زيادة شوية أهم من أن هي ترتاح، راحته هي الأهم، مش مشكلة أشيل في الحر وأمشي في الحر، إيه القضية يعني؟ صناعة، اهتمام، مراعاة. في يوم من الأيام وهي جالسة فكانت بتحب الخير، يعني بتحب عمل الخير، وفي يوم من الأيام هي جالسة فوجدت رجل بيطرق الباب وبيقول لها يعني هل من الممكن إن أنا أجلس جنب جدار البيت أستظل به وأبيع بضاعتي؟ هيجي الزبير هيشوفك قاعد جنب جدار البيت، هتبقى لنا مش هتعدي. وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول لك لا والله امشي. فشوف الذكاء، شوف المراه، قال له انظر يا رجل اذهب هناك اقعد بعيد، فاذا ما رايت ابا عبد الله يطرق الباب دي خلاص تعالى واطلب طلبك. الرجل مش فاهم بس قال حاضر. وقد كان خرج الرجل، وبعدين شاف سيدنا الزبير داخل، فقام جاي بيقول له ايه، هل تسمح لي يا سيدي بان استظل بجدار البيت وابيع بضاعتي؟ قبل ما يرد سيدنا الزبير لقى ستنا اسماء خارجه بتقول له ايه، ما هذا يا رجل، اما وجدت في المدينه كلها الا جدار بيتنا لتجلس عنده؟ سيدنا الزبير قال لها ما لك تمنعين رجلا من أن يقتات، اجلس يا رجل. شفتوا الذكاء الأنثوي، الوعي، هذا ما نراهن عليه كثيرا، إن الست المرأة تفهم. تعرفين في مثل بيعجبني قوي، حكمة بتقول الرجل هو الرأس بينما المرأة هي الرقبة، يظن الرجل أنه هو المتحكم في كل شيء بينما الرقبة تذهب به يمينا ويسارا.
غزي عند الراجل احساسه بانه هو المسيطر، وجهي زي ما انت عايز. شخصيا انا صاحب الكلمة الاخيرة في البيت، انا ما عنديش هزار في الموضوع ده. مراتي تقول كل اللي هي عايزاه، بس في الاخر الكلمة الاخيرة ليا انا، اللي هي حاضر يعني. حاضر. بالنسبة للرجالة يكتبوا عندهم الحكمة دي مهمة قوي. اكتب اكتب أمليك، اكتب اكتب. طوبى لمن نام وقد رضيت عنه المدام.